مرحبا بكم في قناتي مطبخ ملاك شوفاني. كي درتو لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم تشهيت في هاد العشيه، تشهيت ندير البيني، وقلت علاش لا ما نشاطروش معاكم. لهاد الوصفه كنحتاجو نص كيلو تاع الدقيق، بيضه، ساشيه ديال الفاني، وساشيه خماره، شويه الملحه، نص معلقة صغيرة، معلقة كبيرة تاع خميرة طرية أو حسب الجو، معلقة كبيرة ديال السنيدة، جوج معالق كبار ديال الزيت، جوج معالق ديال الزبدة، وكاس العنبر حليب، ولما جانا الخليط شوية عاقد نزيدو نجمعوه بالماء. اول حاجه كناخدو الخميره، كناخدو هذا الكاس باش يبان لكم، نديرو فيه الخميره ديالنا كامله، ناخدو شويه السكر من هذاك اللي عندنا، والحليب اللي دفينا دافي وكنديروه معاه، كنحركو بمعلقة باش كدوب لينا ديك الخميرة وكتفاعل. صافي، نخليوها 5 دقائق حتى كتفاعل وتنفخ. اللي بغيت نقول لكم، الا كانت عندكم الخميره ديك الحبوب اي الخميره الفوريه، كنديروها ديريكتومون في الدقيق ديالنا بلا ما كنديروا لها هذه العمليه. المهم غناخذوا البيضه، ناخدو السنيدة، أنز فاني، عفوا، الزبدة ديالنا، والزيت، جميع العناصر، نخلطو هادشي. غير بما دابت لينا هاد الزبدة، هي زبدة لينة خرجناها كبيرة من التلاجة. هاد الشفنج كيحمقني أنا بزاف، سيغتو كنديرو في رمضان، كنديرو شبعت مرات 5 مرات في الشهر يا رمضان، كيحمقني سيغتو ملي كديري في وسط منو كونفيتور فخاز وفوق منو السنيدة، كيجي هائل واعر. صافي، كنزيدو الدقيق ديالنا، الدقيق بالطبع راه مغربل القضية بلا ما نتناقشو فيها. نزيدو الخميرة ديالنا، والمليحة، نخلطو هادشي، كنزيدو هذيك الخميره اللي دابت لينا وتفاعلت مع الحليب، هاد العجين كتجي خاصه
تجي خفيفة، ما تجيش قاصحة باش ما يجيش البني ديالنا دقس. انا فيا ما يديرو في العجانة، ولكن ماشي الناس كاملين عندهم العجان، لكن سهل ونبسط الامور. ومني نجمعوه نخليوه يخمر المرة الأولى، هاد الدقيق بعدا راه ما تيشربش، راه احتاجينا غير هذيك الكاس تاع العنبة صافي فقط بلا ما. لو بغيتي تكملي حتى بالحليب، جاتك قاصحة وتكملي بالحليب في بلاصة الماء، كملي بالحليب ماشي مشكل. وهاد المقادير كلها علاش درت لكم بيني، حيت كتواجد في الدار ديما، الزيت والحليب والبيض ديما تيكون في الدار. ما غاديش تبقى العجينه بحال هكا، غير غادي تخمر غتشد راسها شويه. حاجه وحده قبل ما قلتهاش لكم، قبل ما نديروا العجينه يخمر كندهنوا، ناخذوا شويه الزيت وكندهنوا به المول. هاد البيني ما كيبغي لا يدلك لا حتى شي حاجه. كندهنوا المول كامل وكنحطوا العجين ديالنا، وناخذوا واحد الزيف وكنغطيو به العجين ديالنا ونخليوه يخمر المره الاولى. ملي غادي تخمر لينا العجينه، ها هي شوفها كيفاش ولات تبارك الله، ضاعف الحجم ديالها. غادي ناخدوها ونديروها في لو بلون دو طرافاي، وغنشدو ناخدو الدقيق واحد المدلك نسرحو العجين. صح غريب شويه، نصحو العجين ديالنا على هاد الشكل. ديما انا كن يديا ديما تنخدم بها باش كنحس بالعجين، كنخدم معاكم بحال اللي كنخدم في الدار ديالي. نقادو السمك يكون قاد، يكون جهه طالعه بحال كيما كنديرو الصابلي وصافي، غير هذاك الصابلي تيكون رقيق وهذا خصو يكون شويه غليظ. المهم حنا كنقطعو ولبان لينا العجين غليظ، راه نعاودو نقو ماشي مشكل. عندنا جوج قطعات، اللي بغى الكبيرة ها هي، واللي بغى الصغيرة ها هي. هاد القطعات راه بخمسة دراهم شي ستة، كل وحدة صغر من وحدة، وفيهم جهة اللي مشنفة والجهة اللي هاد القطعات لازم خاصها تكون عندك في الدار مزيانة، كتنفع بزاف. وما بغيتش ندير القطعة ديال البنية عندي، ما بغيتش نديرها. علاش؟ حيت الناس كاملين ما غاديش نمشيو نشريو هذيك القطعة بكثر من خمسة دراهم. المهم هاد القطاعة بخمسة دراهم فيها بزاف تاع القطاعات. المهم كنديرو بحال هكا،
وغادي قبل ما نقطعو ناخدو واحد اللاطة ولا بلاطو، وناخدو بابي سولفريزو واحد الوريقة، وكنشدو هديك الورقة ونحطوها ونبنيوها على جوج، بغيت ندير معاكم هاد المرحلة، مكنبغيش نفوت ليكم شي مرحلة. ناخد الحركة هادو، ندير الحركة ونقطع ونقطعو على هاد الشكل، نيو ونقطعو، نحصلو على هاد الأوراق، نديروها نفرشوهم في البلاطو ديالنا. كل ورقة غادي نحطو فيها حبة ديال البيني حتى نكملو الورق كاملين. نجيب معاكم المهم حنا ملي نحطو غادي تسرحو، المهم نحصلو على الأولى، هاد الثانية، هاد الثالثة، ها الرابعة، المهم حتى نكملو، ما كاين ما سهل منه. وغادي نرشو على كل ورقة ديال السلفيغيتي شويه دقيق، غير خوفا من انه يلصق لينا وصافي، ما هو ما غاديش يلصق، المهم نديرو حنا احتياطنا مع العجينه كتخمر كتسخف. المهم غادي نهزو البيني ديالنا، لا بان لينا غليظ بزاف كنعاودو نصافحو شويه، نحطوها كل وحده كنحطوها ديالها هانتوما باش تشوفو مزيان، حتى نكملو العجين ونخليوه مرة أخرى، وهذه هي المرة الأخرى باش يخمر، ومن يخمر نتلاقاو. مني تيخمر لينا البيني ونديرو ناخدو مقلاة فوق النار نشعلو عليها ونديرو فيها الزيت، ومني كيسخن لينا الزيت كناخدو البنين ديالنا، ناخدو البنين بسهولة كنهزوه، كتعاوننا هاد بابي سلفوريزي باش ميلصقش لينا وباش يجينا ساهل في الهزان. كنزيدو في العافية وكنصرعو وكنبقاو نبقاو حتى كنعمرو المقلة. كنشدو معلقة وكنبقاو نكبو في الزيت باش يتنفخ لينا، هذا هو السر ديالو فاش كيتنفخ.
تنحسو بيه بدا كيتحمر من التحت، عاد نقلبوه. هاهي بدات كتنفخ، دابا غادي ندوروه. ما كنعمروش المقلة كاملة باش نلقاو فين نقلبو، ونبداو نقلبو فيه. سيت نفخ، عاد نقلبو. هاهي نفخات، نبداو نقلبو فيه غير بشوية حيت الزيت راه سخون هنا. نزيد واحدة أخرى، كيجي غزال. وما كنبغيش انا داك البنين الكبير حيت مازال غادي نزينوه بالشوكولات، باش اللي كلا حبه ولا جوج بركه. ولا شفناه بدا غلبنا كنقصو من العافيه. صافي كنحيدو، نديرو في واحد الطبق لي درنا فيه البابي ابسوربون ورق النشاف. شوف انا قلت لي جات فرق الغزال محمر، كلو كيتحمر يجي غزال فرق الله. حتى نكملو حتى نكملو البني ديالنا. بعد ما كملنا البني كامل وقليناه على هاد الشكل، هانتوما شوفو كيفاش جا كله محمر غزال. غادي ناخدو حبات ديال البني، غنقطعوهم بالمقص. نقطعو هادي، نقطعو هادي، هانتوما شوفو كي جا خاوي من الوسط. الشكل الأول غادي نعمرو بالكونفيتور، ناخدو معلقة على الشكل التقليدي اللي كنبغيو. كلشي كيحمق على هاد البيني بالكونفيتور. وغادي نرندوه في السنينة على هاد الشكل. صافي ونحطوه، ناخدو الحبة التانية كذلك نعمرها بالكونفيتور. هاد البيني بعدا كيبغي الصغير والكبار غزال كيجي. الحبة التالتة تاهي نشدوها، نعمرها بالكونفيتور. ونمرمدوها في السنيدة على هاد الشكل حتى نكملو الشكل الأول كامل. بعد ما كملنا هاد الشكل الأول ديال البيني كلاسيك اللي معتادين عليه بالفخاز والسنيدة، بالكونفيتور فخاز والسنيدة، هاهو جا على هاد الشكل. غادي نديرو الشكل الثاني اللي عصري، وما بغيتش ندير لكم لي دونات امريكيه، بغيت ندير بيني
عصري مغربي بلمسة مغربية. المهم غادي نحدد الشوكولا باقا دايبه لينا، غنديرو نغمسوها بحال هكا. ناخدو بابي سلفريزه نفرشو نحطو نعاودو عملية. ما كان نغطسوش كامل باش يبان راه انه بيني ماشي حلوة. كنحيدو الفائض ونحطوه، نزيدو حبات اخرين. ونحطه نعاودو نديرو الا كان ما شاتش مزيان بزاف نعاودو نديرو ليه كوش تانية. عندنا خصيه، عندنا هنا لي بيبات دو شوكولا، نديرو ليه لي بيبات دو شوكولا فوق منه. عندنا الفواكه مشكله، فواكه جافه، كيوي، ليمون، سوريز مشكله على هذا الشكل، اخضر ليموني واحد الشوكولات باقي سيح لينا. نزيدو نكملو بالشوكولا بلون. اللي عندنا في الدار كاع داكشي اللي كيبقى لينا من الصابلين، داكشي اللي كنزينو بيه الصابلين كيبقى لينا نديرو بيه. عندنا الكوك إفيلي، وعندنا الشوكولات بالألوان ماشي فيرميسال، هذا بحال لي محكوك كيتباع بحال هكا بالألوان غوز، بلون، نوار، بزاف د الألوان كاينين. عندنا هاد سميتهم لي دراجي سو فورم دو كور صغيورين اللي بغينا نديرو. حنا غادي نديرو هاد هاد سميتو لي بيبات دو شوكولا اللي درنا فيهم الكويفر، درنا فيهم الكولورون دو كويفر، درناهم فواحد البلاستيكا. هما دي بيبات دو شوكولا انواغ وشديناهم ودرناهم فواحد البلاستيكا فيها البريون نحاسي، ولاو على هاد الشكل كيعطيو منظر غزال. نكملو بالشوكولا نواغ اللي دوبنا في با ماغي، وشوكولا بلون قبيله درت عليكم كانت هي كنغطسوها، نغطسوه مزيان حتى كياخد لينا واحد الكوش اللي مهمه على هذا الشكل، وكنحطوه في البابي
في البلاطو اللي فيه بابي سلفريزي، نكمل بحال هكا. قبل ما يجمد لينا ناخذ ونزينه. عندنا هنا الكوك إفيلي، نديرو ليه شويه الكوك إفيلي، كيجي رائع هاد الكوك إفيلي، غزال تا هو. كناخدو هاد لي سمارتيس، الأطفال الصغار كيبغيو الألوان، تهلاو فيهم. هاد البيني كيجي عارق و غزال، يمكن يتقدم في بيفي ديال السبوع، بيفي ديال العيد الميلادات، في حفلات شاي، في اي بوفي اللي كيتقدم بتحمات الوجه. نكملوا هاد الحبات اللي بقاو لينا، ندير لهم الشوكولا. كل ما كان عندكم باش تزينوا، كل ما كتفنوا وكتزيدوا اشكال اخرى، سهل ماهل ماشي. انا بسطت لكم الاشياء، كتلقاو في الباتيسريات بثمن غالي، ماشي في متناول الجميع. علاش ما نديروش محلنا، نزينو بهاد البيبات دو شوكولا، لي بيبات دو شوكولا بلو، وزدنا ليهم البريون، حتى هما درناهم في واحد البلاستيكه وزدنا ليهم بريون بيض، نديرو فوق منهم بعد كمية مهمة، كيجيو غزالين. كناخدو هاد لي دغاجي لي سو فورم دو كوغ ونحطوهم تا هما. هاهو من بيني عادي حولناه لبيني عراقي، انا غنوريكم كيفاش جاو، نقرب لكم الطبق. المهم غادي نزينو في طبق التقديم ونعاود نرجع ليكم. هانتوما ملي كملنا البيني في التزيين كامل، جا على هذا الشكل، تبارك الله غزال وعاقي، من بيني تقليدي كلاسيك الى بيني عصري. حنا نتباهاو بالبيني ديالنا. المهم هاد الشكيه اللي درنا ليه البيبات ديال سميتو سمارتيز، وهاد الشكل بالكوك إفيلي، وهذا بالبيبات سميتو البريون نحاسي، وهذا بالبريون بيض، وهادو لي فروي ساك بيبات شوكولا العاديه، وهذا السفنج ديالنا اللي ما نديروش عليه، الكلاسيكي بالكونفيتور فريز والسنيدة، وزينا بحبات ديال الفريز. ان رابيل باننا درنا كونفيتور فريز. المهم هذه هي الشهيوه ديال البيني اللي تقاسمت معكم، واللي عجبو الفيديو يسابونا ليا في لاشين ديالي. مع السلامه.